وصلنا لافلاس بأدنى الامور بهذا البلد. شوفيريه بتسحب سكاكين على بعضها كل يوم، هيدا الجوع والقله، هيك بيعملوا بالناس. مين الذكي، مين المحتال، مين الشفاف ومين الحرام؟ دايما فوضى بفوضى، دايما متاخرين عن كل الدول المحيطه فينا، دايما في خبصه وما حدا فاهم شيء من شيء، عم ينسرق البلد كله والناس كلها بكل صغيره وكبيره ما حدا قادر يعمل شيء. ما عاد في قانون بشيء.